عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية. اللي معانا ده كاسيت، بس كاسيت مزود بسماعتين خشب أهو، كاسيت بإطار خشب طبعا موديل قديم. الموديل بتاعه تي سي شرطة 133 سي اس، تي سي شرطة 133 سي اس. الجهاز ده 30 واط، صنع في اليابان، مزود أهو بسماعتين خارجيتين. هنا كمان في سوستة بيتحط فيها الجاكات بتاع السماعات، وادي العدادات اهيت، وده مكان بتحط فيه ثلاث شرايط فاضيه. وهنا الجهاز اهوت، ده مفتاح للتون، ده الفوليوم يمين وشمال. والجهاز هو عباره عن شنطه بتتقفل بمفصلات، ونشوفه مع بعض. This cassette is Sony made in Japan model TC-133CS TC-133CS made in Japan. Thank you. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض، ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. الجهاز ده من النوادر، جهاز كاسيت بس من غير اي حاجه خالص. الموديل بتاعه زي ما قلنا تي سي شرطه 133 سي اس، طبعا صنع في اليابان. الجهاز ده 30 واط، اطار خشب بني، وده نور اصفر. لما نيجي نقدم بيمشي كده، لما نيجي نرجع يمشي كده، في البلاي بيمشي كده هو نفس الاتجاه. لو حبينا نعمل ريكوردنج بيبقى احمر اهو بالمنظر ده، بس طبعا انا مش عايز اعمل ريكوردنج على الشريط كاسيت اهو. وان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا. This cassette is Sony model TC-133CS TC-133CS made in Japan. Thank you.